السلام عليكم، كيف بتحبوا نبلش؟ بتحبوا في عندكم أسئلة محددة تبون نجاوب عليها ولا؟ طبعا نحن مثل ما قلنا إنه الأسئلة إن شاء الله أتمتة، هتكون غالبا 50 سؤال، وغالبا مثل النماذج السابقة، نختار العلامة الخاطئة أو الجواب الخاطئ، حط 4 خيارات. واختيار الخطأ قد يجي صح وغلط. تحبوا تسألوا أسئلة محددة ولا هيك نعملكم ملخص؟ يعني حكيم المخالف ولا اختار الصح أو الخطأ؟ لا، بدك تختار المخالف وقد يجي صح وغلط. علامة الإجابة المناسبة مثلا حرف A على الإجابة الصحيحة، مثلا حرف B على الإجابة الخاطئة، وخيارات مثل ما نختار الجواب الخاطئ. غالبا هيك يعني، إذا كان في شيء غير هيك بيبقى موضح يعني، بس عادة هيك عم تجي النماذج مثل النماذج السابقة. أكيد اطلعتوا النماذج السابقة، ودي قريب مثلا تكرر كمان. إذا بيجي يعني اختار الخطأ أو الصح مو هيك أريح هيك، تضيع السؤال هيك أحيانا اختار المخالف. ما فهمت عليك، يعني بدك إنه يعني أنا يعني مثلا اختار الجواب الصح مثلا مرة هيك مرة هيك يعني مثلا قسم من الأسئلة اختار الإجابة اختار الخاطئة، وقسم من الأسئلة اختار الصحيح هيك يعني. أشوف أنا لسه ما حطيت، بس يعني لسه ما حطيت الأسئلة، بس يعني ممكن يعني يكون هذا خيار كمان. إيش شفتوا النماذج السابقة؟ يمكن شفتوا أنتم النماذج السابقة كيف لقيتوها؟ مستواها سهل مو هيك ولا في شيء هيك أسئلة عن الشيء؟ إيه حكيم، بس هذيك هيك تجي يعني أبسط شوي، أما هذيك بتضيع السؤال يعني أحيانا يعني المخالف. تمام. طيب في شيء قريته المنهاج ولا لسه؟ والله عم نقرأ يا حكيم، ما قريت أول بأول. هلا نحن نختار هيك بعض الدروس وهيك نعمل يعني نظرة انه شو ممكن يعني الاحتمالات، الأسئلة اللي تكون أكثر يعني. مثلا نختاركم مثلا لنفرض الفصل الثامن، تحوا عليه انفصال الشبكية صفحة 285. يعني مثلا رح أعطيكم فكرة عن الشغلات اللي ممكن تجي يعني. مثلا انفصال الشبكية ممكن يجي إنه هو انفصال الشبكية الحسية عن المشيمية مثلا، هشو صح ولا غلط؟ طبعا هي غلط، هي انفصال الشبكية الحسية عن الإبيثيليوم الصباغي. هي أحد الأسئلة اللي ممكن تجي. مثلا انفصال الشبكية البدئي إنه بيكون عادة شاق، هذا هيك بسبب تميز زجاجي. مثلا هو اللي بيصير مثلا إذا كتبنا لكم انفصال الشبكية بشاق غالبا يترافق مع السكري، هو طبعا ما مزبوط الحكي، فهذا بيترافق مع حسر البصر مع انفصالات الزجاجي الخلفي أحيانا. أما إنه الشبكية فتلاقي شبكية السكري غالبا بيساوي انفصال شبكية شدي مثلا،
هي من الشغلات اللي ممكن تجي. ايه حكيم، في شغلات بعض المحاضرات كنت مر عليهم مرور او ما تقرأن، هدول من ندرسن ولا كيف؟ يعني شو وضعهم بالامتحان؟ هلا طبعا هو المنهاج، يعني المنهاج كله مطلوب، بس يعني الشغلات اللي بنمر عليها غالبا بتكون يعني احتمالات انه يجي منها اقل. مثلا انفصال الشبكة غالبا بيترافق مع ارتفاع ضغط العين بدايته، غلط، مثلا عادة بالعكس بينخفض ضغط العين. يعني هالامور هي الشغلات النكشات، يعني طبعا بتجي هي مع شغلات غالبا اذا النكشه صعبه شوي بتجي مع شغلات واضحه كثير حتى تقدروا تميزوها، يعني ما بيكون الاسئله مثلا جامده الا اذا اجى صح وغلط، اذا اجى صح وغلط بتبقى بتعرفوا انه بدك تختار يا هيك يا هيك. اما عاده اذا اجى الخيارات الاربعه بيجي اسهلكم، يعني انتم افضل بيجي، لانه هذا بيجي يبقى ثلاث اربع شغلات، ثلاث شغلات مثلا كثير كثير واضحه، واحده مثلا تكون مثلا تكون غريبة شوي وصعبة، بس تكون هي بتصير انت بالاستنتاج بتستنتجها. يعني اشكال التمزقات الشبكية، في عندنا مثلا اكثر شكل هو مثلا نعل الفراس، لنفترض نعل الفراس بيكون 60% من الحالات فرضا، يعني هي انه مثلا قد يجي في سياق مثلا شغلات احتمالات، يعني اكثر مثلا شكل نعل الفراس، بينما الثقوب 30%، فبتجي اكثر الاشكال نعل الفراس فرضا. ممكن هيك شغله مثلا وين بتتوضا اكثر شيء التمزقات الشبكيه؟ اكثر بتتوضا بالربا العلوي الصدري، تمزقات اكثر بالربا العلوي. ما بنذكر والله انه لسه احفظ لي النسبه 50% و25%، لا، اكثر التمزقات الشبكيه تتوضا في الربا العلوي الصدري في صفحة 287. مثلا في انفصال شبكية تحدث عتمة في عتمة في الشبكية، طبعا بيصير عتمة لأنه فصلت الشبكية. يعني هون حكيم، قديش راح يكون عدد الأسئلة؟ وإذا في قصص سريرية يعني كثير يا ريت تخبرنا. عادة الأسئلة عم بيجوا شي 50 سؤال. مثلا لازم يعرف واحد إنه مثلا بانفصال الشبكية ممكن إنه نعالجه بالقطع الزجاجي، ممكن نعالجه إذا كان باكر. مثلا بمعالجة محافظة بوضع مثلا يعني بالمعالجة معالجة محافظة مو قطع زجاجي، يعني قطع زجاجي إذا كان عتيق مثلا إذا قديم انفصال بنساوي قطع زجاجي، أما إذا كان حديث بنعالجه بوضع حشوة منطقة حشوة أو باند حول الشبكية ومن هي زباكر. يعني حالات متأخرة قطع زجاجي ووضع زيت سيليكون مثلا لازم يعرف هالأمور هي، يعني حتى إذا أجيت يعرف إنه هي صح ولا غلط، ما إنه والله إذا انفصال شبكية بدئي خفيف أولي مثلا دغري قطع زجاجي مثلا، لا، إذا بتعالج بند وسحب السائل بالإبرة وضع بند مكوي بالبارد، أي إذا بدئي، إذا متأخر بالقطع الزجاجي. عندنا أورام الشبكية مثلا، هي مثلا اللي مرقت عليها بتذكر باكر مثلا، من هون مرقنا فعلا ما حكينا لكم على الفاكوما وعلى الميكروسايت ديجنريشن وعلى هدول، ما حكينا، هدول احتمال إنه يجي من القليل، بس شددنا على الريتينوبلاستوما مثلا، ريجينوبلاستوما ما حكينا عليه ووضحنا، معناته هذا احتمال انه الاسئله تجي منه، عرفت كيف؟ ما اللي مرينا عليه مرور كرام بالبدايه ما بتجي عاده، يعني
مثلا الريتينوبلاستوما انه بصيب الاطفال، ما بصيب، بصيب الاطفال وبصيب الشيوخ فرضاً. بصيب مثلا نسبه انه اكثر شيء بصير بين السنه الاولى السنه الرابعه مثلا، هيك فيهم. ما راح نطلبكم والله 75% بين السنتين الاولى والرابعه، يعني عند الصفحه 292. مثلا بنقول مثلا الريتينوبلاستوما يكثر بين السنتين، اكثر الحالات تحت تصادف بين السنتين الاولى والرابعه فرضا، بينما اذا قلنا اكثريه الحالات في السنه الاولى تحت السنه الاولى، يعني عرفتي يعني هون تجي غلط. اما اكثر الحالات اللي هون 75% بين السنتين الاولى والرابعه، ماشي؟ فانت حفظت ذهنك انه اكثر الحالات بين السنه الاولى والرابعه، ما بطالبك انه تقول لي 75% ولا هذا، بس اكثريه الحالات. مثلا ورم الشبكة الجذعي وراثي، اسري وراثي، تمام، اسري وراثي. افضل انه تحفظ انه بيجيب صفه قاهره على الصبغه الذاتي، صفه قاهره، انتبه لي لكلمه قاهره، صفه قاهره يعني حيجوا كل معظم الاولاد مصابين. كمان هي لازم واحد يعرفها، انه اذا اجته مثلا عائله مثلا في اصابه اول ولد، انه في اصابه، معناته احتمال كثير انصابوا كل الاولاد او معظمهم، انه صفه قاهره معناته هون. طبعا هون هن ما بينصابوا الكل لانه نفوذيته ضعيفه، صفه قاهره بالصفحه 292، صفه قاهره على الصبغه الذاتي بنفوذيه ضعيفه. معناته هون استشاره وراثيه انه هاني الافضل ما يجيب اولاد، لانه هون صفه قاهره ما بدهم يجوا معظم الاولاد، بجوز يجوا انه مصابين. مثلا علاجه، كيف علاجه ورم الشبكة الجذعي؟ علاجه انه استئصال العين، مو علاجه والله، يعني غالبا استئصال العين اذا كان متطور، اذا كان بين وحيده استئصال العين. اذا بالعينتين بدنا نعالج بالكيماوي، وين مثلا ممكن نستأصلها، لانه مو معقول نستأصل العينتين، مش المريض اعمى. كيف بينتشر مثلا ورم الشبكة الجذعي؟ مثلا اذا انه ينتشر بشكل رئيسي عن طريق الدم واللم، اي غلط. ينتشر بشكل رئيسي عن طريق العصب البصري، اي اذا انه هون دور الانتشار صفحه 293، تمام، 293. ينتشر ورم الى خارج الجسم، ينتقل الى الدماغ عن طريق العصب البصري. أهم 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 انتشار عن طريق العصب البصري. هلا يمكن ينتشر عن طريق الملتحمة والعضلات والأجفان، بس هي نادر جدا، يعني أهم شيء العصب البصري. دكتور، بالنسبة لأورام الشبكية السليمة، هي ما عم بقول لك، يعني عم بحكيك أنا، عم بقول لك مثلا أنا شددت لها، حكيت لك عن ورم الشبكة الجذعي، ما حكيت لك عن الشغلات الثانية. فهون احتمال قليل جدا انه يجيك سؤال منها، عرفتني شلون؟ احتمال يجيك عن هذا الورم اللي عم نشدد عليه وحكينا عليه بالمحاضرة بشكل راسي. يعني الأمراض العصب البصري مثلا، بحث ثاني هذا، مثلا ياخذ تشريح، اكتبوا التشريح، ممكن يجيكم من التشريح. مثلا ياخذ العصب البصري بالصفحه 299 بالحجاج شكل حرف اس، هذا يحميه من التمطط. طبعا هي معلومه تشريحيه مهمه، لانه اذا صار نزف خلف المقله تبارزت العين بتجحزت لبرا، فالعين حينشد العصب، فلو كان ما بحرف اس كان ممكن العصب يتأذى بشكل أكبر. لذلك يعني المعلومة مهمة، إنه بما إنه العصب معه مدى أكثر، فهذا بيخليه إنه
يقاوم أكثر عن ما العين تتبارز لقدام، أثناء حدوث نزف خلف المقلي أو حدوث ورم مثلاً عم يدفع العين للجحود. هاي معلومة. مثلاً في عنا طول العصب البصري، مثلاً قد يجيك إنه طول العصب البصري داخل طول العصب البصري اللي هو ضمن الحجاج، مثلاً بيجيك 4 ميلي فرضاً، يعني مو معقولة، لازم تحفظ هذا الرقم، يعني قد يجيك ضمن احتمالات ثانية، مثلاً طوله شيء 4 سنتي، 4.5 سنتي طوله، هذا يعني بيدخل بالعالي، يعني كمان شغل عقله قديش طوله بده يكون، 4.5 سنتي معقول، أما إذا قلنا 40 سنتي فما معقولة، إذا قلنا 4 ميلي مو معقولة، يعني الأمور هي ينتبه لواحد، يعني أحياناً لو ما قاري بيحسن يستنتج استنتاج إذا أجت، يعني هي أصبح طوله داخل الحجاج تقريباً 35 ميلي، يعني شيء 3.5 سنتي. مثلاً قد يجيك سلامة حليمة العصب البصري تؤثر على القدرة البصرية، سلامة العصب البصري مثلاً تؤثر ولا ما تؤثر، مثلاً ما بدي واحد يشغل عقله إنه هون عندك نقص بالعصب، ما أنت حيصير نقص بالرؤية، صح؟ غالباً بتترافق مع، لأن سلامة حليمة العصب لا تؤثر على القدرة البصرية، إيه بدها تأثر، قلوبهم هي نقص، هيك. في شغلات لو ما لك أريا فيك تستنتجها استنتاج، مثلا بقاء غمد النخاعين يؤثر يخفض القصر البصري، مثلا ولا يؤثر على القدرة، لأنه هو بقاء غمد النخاعين عادة بيتوقف، غمد النخاعين ما بيمتد داخل العين، بوقف عند الحليمة، إذا امتد بيعطي لون أبيض مثل ما موجود بالصورة بصفحة 301، بس ما بيأثر على الرؤية البصرية. مكتوب هنا 301 لا يؤثر في القدرة البصرية، تمام؟ أي مثلا قد تجي إنه بقاء غمد النخاعين يؤثر في القدرة البصرية، بينما هو لا يؤثر في القدرة البصرية، بس أنا ما بحكي لكم هي اللي رح تجي، بس عم بحكي لكم على نوعية الأسئلة اللي بتجي من الكتاب، هيك هون مكتوب لا يؤثر، ويكتب لك يؤثر، بدك تنتبه على النقشات هي. أمراض الالتهابية حكيناها، هي مثلا فصلناها، هي مثلا مهمة كثير إنه تعرف مثلا التهاب حليمة العصب البصري مثلا بشكل دقيق، إنه شو سببه الأساسي، سببه الأساسي هو الأمراض الالتهابية، اسمه التهاب حليمة العصب، ما سببه أمراض التهابية في الدماغ، وأهمها هو التصلب الوجهي الـ MS اسمه. فرضاً هون يكون التهاب العصب البصري غالباً وحيد الجانب، ممكن يجيك سؤال التهاب العصب البصري غالباً ثنائي الجانب، هو وحيد الجانب، يعني ما بيجوا 2 سبب، نادر جدا والله يجي واحد عميان من مرة 2 لين 2 دغري راح نظرهم فجأة خلال يوم يومين 3 أو دغري فوري، نادرة ما شفنا ولا حالة إنه صارت هيك. فمعناتها هون مهمة المعلومة إنك تعرف إنه التهاب العصب البصري غالبا بيكون وحيد الجانب، عكس وزمة العصب البصري الركودية، مثلا وزمة العصب البصري الركودية بتكون غالبا ثنائيه الجانب، بس كيف يعني هون هي الفرق بين التهاب العصب البصري او وزمه العصب البصري الالتهابيه عن وزمه العصب البصري الركوديه، كمان هو ممكن واحد يستنتجها بعقله ان وزمه العصب البصري بتكون سبب ارتفاع توتر داخل الفحم، فمان تبدي اثر على عينين بنفس السويه، بينما التهاب العصب البصري بيكون بمنطقة من الدماغ ما بيلتهب كل مناطق الدماغ، ما بصير كل اللي هي بقى في بقعة من الدماغ، فمعناتها هون حتتأثر عين واحدة غالبا.
مثلا هون مكتوب تضطرب تمييز الألوان في تابلت بسيط، تضيق الساحة البصرية بالصفحة 303، تضيق يحدث تضيق في الساحة البصرية واضطراب في تمييز الألوان في التهاب العصب البصري. هذا الكلام بده يكون صحيح طبعا، مو غلط الكلمة. يحدث والتوزن في حليمة حواف حليمة العصب الساحية كمان. هون في نقطة يغيب كمان بنفس الصفحة، يغيب التقاعر الفيزيولوجي في التهاب العصب البصري. يغيب التقاعر الفيزيولوجي، ممكن يجيك لا يتغير التقاعر الفيزيولوجي في التهاب حليمة العصب البصري. لازم تعرف انه هذا التقاعر الفيزيولوجي اللي هو بشكل 3/10 من الاعصاب، من حجم الاعصاب، هذا بيغيب التهاب العصب البصري. طيب القدرة البصرية، تتأثر القدرة البصرية بشدة في التهاب العصب البصري. هيك معلومة صحيح، لا تتأثر القدرة البصرية في العصب التهاب العصب البصري إلا في مرحلة متأخرة مثلا. هي غلط الحكي، وتتأثر في مرحلة متأخرة، بالعكس هي مرحلة متأخرة تتحسن. عرفتي؟ إذا كتبنا لا تتأثر القدرة البصرية في التهاب العصب، في وزمة العصب البصري الالتهابية، الكلام غلط. هي تتأثر، أو إذا ما حكينا أن لا تتأثر القدرة البصرية في التهاب العصب البصري حتى مرحلة متأخرة مثلا، هي غلط، لأنه هي بالعكس بالأول تتأثر بعدين تتحسن. مثلا كيف بتعالج التهاب البصري؟ يعالج التهاب البصري بمضادات حيوية، هي غلط الحكي، ممكن لحاله بس ما هو الأساس. أساس المعالجة يعالج التهاب العصب البصري بالصادات، مثلا إذا كتبنا بالصادات والفيتامينات المقصود فقط هيك يعني. هذه المعلومة ناقصة، أنا أقرب للخطأ. هو العلاج الأساسي في التهاب العصب البصري هو الستيرويدات، الستيرويدات بالطريق العام، بالحقن، بجرعات عالية. الصادات الحيوية ما عادة نعطيتها أو ما أعطيتها، لأنه الصادات الحيوية تعطيها إذا كان في التهاب سحايا. أما أنت إذا عندك التهاب عصب بصري سببه مجهول السبب، إيه ما بنعطيه مضادات حيوية، ما هذا بيعطي. صحيح مكتوبة بالكتاب إنه الصفحة 304 في المرحلة الأولى يحتاج المريض إلى مضادات الالتهاب والحساسية، مكتوب الصادات الحيوية، بس يعني ما هو العلاج الأساسي الصادات الحيوية؟ هي نعطيتها أو ما عطيتها مثل بعضها. أما العلاج الأساسي هو الستيرويدات بجرعات عالية تقدر بالغرامات، حكينا بالمحاضرة، نعطي نص لواحد غرام يوميا لمدة 3 أيام تسريب وريدي. يعني إذا كانت الحبة فيها 5 ميلي جرام عم نعطي نحن نص غرام، 500 ميلي جرام لواحد غرام لألف غرام. يعني شوف الفارق بين مثلا حبة فيها 5 أو 20 ميلي جرام بين ما عم تعطي أنت 1000 غرام حقن تسريب الوريد. العلاج الأساسي هو معناتها استرويدات. ما هو العلاج الأساسي مثلا الفيتامينات والمضادات الحيوية؟ دول طبعا يعطوا بس ما هن الأساسيات يعني. إذا كتبنا يعالج التهاب العصب البصري بالمضادات الحيوية والفيتامينات، هذا غلط أو ناقص. ناقص يعني غلط، الإجابة الناقصة يعني مثل الخاطئة. انتبهوا، العلاج الناقصة كتير يعني، مو إنه ناقصة شوية، هي يعني يعتبر خاطئة، لأنه أنت العلاج الأساسي هو السوريدات مو مضادات الحيوية، هي نعتبرها خاطئة. حتى بكرة ما تيجي واحد يقول لي والله هي مكتوب بالكتاب الصادات. طيب مثلا التهاب العصب البصري خلف المقنع، تتوزم لأن تتوزم الحليمة في بداية الالتهاب العصب البصري خلف المقنع، إيه غلط المعلومة؟
البداية ما بتكون مثلاً مثل أزمة الحليمة. إذا كتبنا لا يحدث ألام في التهاب العصب البصري خلف المقلب بينما يحدث في التهاب العصب البصري العادي مثلاً. غلط كمان، يحدث ألام في التهاب العصب البصري خلف المقلب، يحدث ألام بالجس وعفوي حركات العين. تتأثر مثلاً رؤية الألوان بالتهاب العصب البصري خلف المقلب، نعم تتأثر وتضيق الساحة البصرية ويحدث عتمة مركزية وتنخفض القدرة البصرية. كله هي هدول بتجي احتمالات بالصح والغلط. العلاج طبعا نحن هنا ان العلاج كمان التهاب العصب البصري نفس العلاج بالالتهاب العصب البصري العادي. هلا في عندنا مثلا التهاب العصب البصري السمي، اذا عرفنا انه واحد والله عرفنا السبب، يعني شو اسمه انه دواء معين مثلا واحد عم ياخذ مواد ديجيتال او مثلا ادويه طويله وصار معه التهاب العصب البصري، شكينا طبعا هون بدنا نوقف العامل اللي المسبب عشان تبغ الكحول الى اخره، فبدنا نوقف مثلا الدخان، بدنا نوقف الكحول. هلا والافضل بكل الحالات لانه اذا كان احنا ما بين معنا سبب انه من باب الاحتياط نوقف الكحول ونوقف الدخان ونعطي استرويدات. هلا الوزمه الركوديه، اذا تحدث الوزمه الركوديه في أورام الدماغ طبعا تحدث، ما هي إذا أنه يحدث التهاب العصب البصري، وزمة العصب البصري التهابي في أورام الدماغ غلط، بينما هي تحدث في الوزمة الركودية تحدث فيها يحدث أورام دماغ أو تسبب أورام دماغ وزمة ركودية في العصب البصري صحيح. يحدث مثلا ألم في وزمة العصب البصري الركودية غلط، تتناقص القدرة البصرية بسرعة في وزمة العصب البصري الركودية غلط، تمام مفهوم الأمورية. مثلا نعالج وزمة العلاج الأساسي في وزمة العصب البصري الركودية السيرويدات صح ولا غلط؟ غلط. ليش؟ لأنه هي هون بدك تعالج السبب. إذا في سبب عندك آفة ضاغطة في الدماغ، آفة ضاغطة عم ترفع التوتر CSF عم يؤدي لوزمة حليمة، فهون السبب بدك ترفعه وترفع قيمة الدماغ الورم. هون يعني أنت بدك ينتبه واحد لهالأمور. هي كمان أنا مثل هذا الجدول الصفحة 306 مثلا هون التهاب العصب البصري الإقفاري، يعني نقص التربية مفاجئ، يعني من الواحد إقفاري يعني نقص التربية طبعا بده يكون مفاجئ، يعني كان هو في عصيدة مثلا بالشريان تبع اللي عم يغذي العصب وصار في عصيدة وتسكر الشريان، طبعا بده يصير نقص رؤية مفاجئ. بينما نقص الرؤية منا بالوزمة الركودية قد يحدث بس متأخر جدا، يعني بالبداية ما في، إذا أنه يحدث نقص رؤية باكر في وزمة الركودية في العصب البصري هذه غلط. تتأخر مثلا تناقص الرؤية في الوزمة الالتهابية، لا هي سريعة الظهور تمام أي حسب الجدول. التهاب العصب البصري الإقفاري صفحة 308
لأن يحدث التهاب العصب البصري الأكفاري في الشباب. ولا إيه؟ لأن الأكفاري ونقص التربية، ونقص التربية عادة وين بيصير؟ في الكبار، يعني حتى تتطور العصيدة بالشرايين، بالشرايين هي بتاخد فترة طويلة، فبدأ من 45 50 لل 65، هدول الفترة اللي بيكون فيها عصيدة. فهون مثلا كل شيء اسمه أكفاري ونقص تربية، اسكيميك أوبتيكنورايتس، هذا بيكون بعد بالسن المتقدمة في الشيوخ. فإذا إنها في الشباب بتكون غلط. مثلا هون شو العلاج بالالتهاب العصب البصري الأكفاري؟ العلاج إذا قلنا علاج الالتهاب العصب الأكفاري مثل علاج التهاب العصب البصري مثلا بالـ MS صفحة 302. شو هو علاج الالتهاب العصب الأكفاري؟ إذا قلنا مشابه لعلاج التهاب العصب البصري. إيه غلط؟ هون أكفاري يعني نقص تربية، بينما التهاب العصب البصري سببه التهابي. بدنا نعالج هنيك الالتهابي، بدنا نعالج بالستيرويدات، بينما الأكفاري في عندنا شريان وعي مسدد، شو بنعطي؟ مثل انسداد الشريان الشبكي المركزي. تمام؟ أصبحين انتبهوا له. يشابه علاج التهاب العصب البصري الأكفاري كما نعالج انسداد الشريان الشبكي المركزي، صح العبارة. إذا قلنا علاج التهاب العصب البصري الأكفاري يشابه التهاب العصب البصري، علاج التهاب العصب البصري غلط. يعني ممكن نفضل الغرفة الأمامية، حكيم أنت قلت لنا أنه نعمل شق ونفضل الغرفة الأمامية لما بنوصل لها المرحلة. هلا ممكن تعمل له يعني مساء، والأصاب الأكفاري غالبا ما بيستفيد من التقرير. هلا شو الفرق هو بين الأكفاري وبين التهاب الشريان، انسداد الشريان الشبكي المركزي؟ انسداد الشريان الشبكي المركزي غالبا بصير بأمر أبكار، يعني بتكون صمة سادة الشريان، غالبا صمة جاي من القلب أو من قرنية ثانية، مثلا درجافان وزيني فرضون. فهون بدك بتفيد المساج، بفيد انك انت بدك تحرك الصمه. طبعا هم ما بفيد الثقب البيت الامامي الاكفاري. التهاب العصب البصري الاكفاري سببه هو عصيدي، هي عصيده، هو عصيده تمت تراك العصيده تسمك حتى سدت الشريان، حتى سدت الشريان شرايين مغذيه. فهون يعني تختلف، هون غالبا ما بيصير، بس هون بنعالج موسعات الاوليه هيك يعني. بس غالبا انذاره سيء جدا، شو ما عملت هذا الاكفاري، لانه هو عصيده كلها مسكره. اما هنيك ثم اذا تقدمت لقدام ممكن انه يعني يتحسن حاله. هلا ضمور العصب البصري، العصب البصري مثلا هون ضمور العصب البصري نعالجه بالسترويدات، صحيح العبارة؟ ربما وين العلاج؟ خلينا نفتح عليه العلاج. وين ضمور العصب البصري؟ خطأ العلاج صفحة 312. شو العلاج هون؟ كاتب لك معقد وكذا. طيب شو بدنا نعالجه هون؟ شو بدنا نعالج؟ اذا قلنا والله يعالج ضمور العصب البصري بجرعات عاليه من السترويدات، صح العباره؟ مو صح، لانه هون صرنا بوضعيه نهائيه، يعني صار الالتهاب وخلص الحاله الالتهابيه، صار استقرار
حالة العصاب وصار تموت بالألياف، تبدأ يفيد السريدات هون ما بيستفيد ذلك. يعني كمان هي معلومة خاطئة، لأنه والله يعالج بشكل أساسي تام أصلا صار السريدات وراثة عليه. لا مضبوط. كاتبين موسعات الأوعية كاتبين لك مثلا، أنت شوف شو كاتبين لك، إنه ممكن نعطيه موسعات الأوعية مقويات لك كذا فيتامينات، بس هو كله ما حيفيد هذا طبعا. بس يعني أنت إذا أجاك مريض معه دمر عصبي أعطيه شوية فيتامينات، أما تعطيه السريدات هلا بيجي منكم بيجي بيقول لي والله يعني في دكاترة عينية عم بيعطوه، يعني أنا عم شفته في دكاترة عينية عم بيعطوه السريدات، حرام أنت عم تعرضه لعلاج يعني واختلاطاته بدون مبرر وبدون فائدة. يعني أنا شفت شايف حالة عطمت تعالج صلى 6 أشهر عم يعطون السيرويدات من زملائنا، طبعا المريض عم يروح يجي على الفاضي ما في شيء ما في فائدة، فليش تعطي شيء ما مكتوب ولا مكتوب بالكتب ولا كل شيء ما بيفيد، وهي حالة نهائية والعصب دمر وخلاص، صار التهاب ودمر وخلاص وانتهينا، لشو بدك تعطي السيرويدات فرضا؟ يعني هيك شغلة معلومة غلط غلط فيه. عم بقول لكم هدول لأنه قد يجيكم البراريق مثلا، البراريق مثلا هي تبدلات تنفسية، شو هي أهميتها مثلا؟ تترافق البراريق إذا شفناها بالعين الشبكية إنه بترافق مع أحيانا مع تنفس المطحنة فرضا، أي معلومة إيجابية مضبوطة. بس إذا قلنا تعالج البراريق بأشعة الليزر ياقلي أرجون ليزر، صح المعلومة؟ ما صح، لأنه هي البراريق كثير بنشوفها نحن بشكل طبيعي عند كثير ناس، شو تعالجها بالليزر؟ هي ما بدها علاج، بس نحن يعني أحيانا بتترافق مع وزن اسمه تنكس لطفة شيء جا اللي ما له علاج لا بيستفيد من العلاج. فإذا كتبنا مثلا هالمعلومة تعالج البراريق في الشبكية بأشعة الليزر، صح المعلومة؟ غلط. إما موجودة تدور عليها، ما موجود إنه تعالج هيك ربنا فيه. أنا أعمل لكم لازم تعرف أنه هي تنكسية، ليش نعالجها بالليزر؟ ما بدها، فهي معلومة كمان لازم واحد يعني لحاله يستنتج، يعني لو ما قاري البحث. الأورام البصر العصب البصري شفتوا ما حكينا عليه هون كتير هدولي، الحجاج الحجاج مثلا لمحة تشريحية مثلا شكله هرمي الحجاج، في عندنا مثلا شكله الحجاج هرمي، يعني قاعدته في الأمام وزروته في الخلف، المعلومات البسيطة بالتشريح، قاعدته بالأمام شكله هرمي قاعدته بالأمام ذرته في الخلف، هاي معلومة حتى بتنوع معلومة يعني. فتحات الحجاج مثلا كمان لازم نعرف انه الثقبة البصرية شو فيها، تحوي الثقبة يمر في الثقبة البصرية الزروة الحجاج العصب البصري والشريان والوريد العيني فرضا، هاي معلومة صحيحة. بينما إذا قلنا تمر في الشق الحجاجي، يمر في الشق الحجاجي مثلا العصب البصري، معلومة خاطئة. طيب العصب البصري لا يمر في الشق الحجاجي، أنا في عندنا أهم ثقبتين بالذروة الحجاج، في عندنا الشق الحجاجي والثقبة البصرية، يمر العصب البصري من الثقبة البصرية ولا يمر من الشق الحجاجي. طب شو بيمر من الشق الحجاجي؟ بيمر الأزواج القحفية الثالث والرابع والسادس مثلا، تمام؟ أصبح هون إذا قلنا تمر الأعصاب القحفية أزواج القحفية الثالث والرابع والسادس من الثقبة البصرية مع العصب البصري، معلومة خاطئة، تمام؟ هدول معلومات رئيسية لازم واحد يعرفها. في عنا
ثقبين بالحجاج، ثقب البس، ثقب البصريه والشق الحجاجي، كل واحد شو بيمر منهم لازم على الاقل نعرف شو بيمر منهم. ما بنكون هالمعلومتين، العصب البصري بمر من الثقب البصريه، والازواج القحفيه بتمر من الشق الحجاجي. عاد تشوف اذا اي معلومه غير هالشيء هي بتعطيك صح وغلط، ومدك تعرف شو بمر كل فتحه. مثلا الجحوز، كيف يقاس الجحوز؟ مثلا الجحوز يقاس مثلا بمقياس فرتيل، معلومه صحيحه، يقاس الحجاج مقدار الجحوز بمقياس فرتيل فرضا. هي معلومه هي بالصفحه 321 321 يقاس الجحوز بجهاز خاص ومقياس فرتيل، صفحة 321. تمام. دكتور لما حكينا من شوي انه طول العصب البصري من ال 44 لل 45 ملي، وبالصفحة 319 ذاكرين انه طوله 25 ل 30، نحن شو نعتمد؟ هذاك 303.5 سنتي يعني 35 ملي ضمن الحجاج. كمان هو بدك تحكي انه طالع برات الحجاج شوي وفي سماكة الثقب البصرية، سماكة الفتحة، سماكة الفتحة، ولما بيجي على التصالب في شقفة هون مقدر بشي 1 سنتي. تمام، يعني طوله كله العصب البصري قبل ما يتصالب 4.5 ملي، 4.5 سنتي، يعني 44 ملي. طوله داخل الحجاج 35 ملي. طب عندك انت بعد الحجاج ما في كمان عصب بصري؟ مظبوط؟ لا، بيجي عصب بصري من هي العين وعصب بصري من هي العين. دغري بيلتقوا بالحجاج ولا برات الحجاج؟ بيلتقوا برات الحجاج. هي المسافة اللي برات الحجاج شو هي؟ بتطلع شي 10 ملي. ولا طول العصب البصري كله 44 ملي. طوله داخل الحجاج 35 ملي. الجحوز الدموي يحدث، احنا الجحوز الدموي احيانا نحن من ضربة عليهم بصير جحوز دموي، يعني بينزف وعاء خلف العين. طب هذا الجحوز بيأثر على الرؤية ولا ما بيأثر؟ فرضا هون قد يؤثر على الرؤية، قد يصير ضمور عصب بصري من النزف خلف المقلة، الجحوز الدموي، بس هي لازم تعرفوها. هي بتصير معنا احيانا اذا كان عم نخدر خلف المقلة والصابعة، بصير نزف، بصير جحوز، بينضغط العصب، بينضغط الشريان الشبكي المركزي، ممكن ينسد من الضغط، ممكن يصير ضمور عصب بصري، ممكن وقت تضيع الرؤية. فمعناتها هون الجحوز الدموي قد يسبب يؤثر على الرؤية. مثلا هي معلومة صحيحة. هلا في عندنا هون الجحوز الغدي، مهم جدا. الجحوز الغدي هو جحوز لأنه هو مرض عيني وداخلي، وأنتوا يعني درستوا الداخلي وبتعرفوا فرط نشاط الدرق وكذا والشغلات هي. فهون الجحوز الغدي لازم تعرفوا بشكل مفصل أكثر من غير أبحاث الجحوز، يعني إنه بصير مثلا بالعقدين الرابع والخامس. مثلا يكثر في الإناث أكثر من الذكور بثمانية واحدة، لأن والله الجحوز الغدي يصيب الذكور مثل الإناث غلط. لو كان والله مثلا نسبة بسيطة، لا، والنسبة 8:1 الإناث بينصابوا 8 أضعاف. فهون لازم هالمعلومات تنحفظ، إنه الإناث أكثر بكثير
من الذكور، لأن الإناث مثل الذكور فبيكون غلط المعلومة. مثلا بتكون سبب ضخامة العضلات، هي سبب الجهد والضخامة في العضلات الخارجية للمقلب، اللي سببها زيادة الجليكو أمينو جليكان في العضلات فبيزداد حجمها، هي مادة سكرية طبعا جليكان. إيه كمان لازم نعرف هاي المادة إنه هي سبب ضخامة العضلات في الجهاز الغدي، هو المادة زيادة مادة الجليكو أمينو جليكان. يكون الجحوظ الغدي عادة أحادي الجانب، لا هو غالبا يكون ثنائي الجانب لأنه سببه هرموني. تمام هرموني أصبح كمان الأمور ثنائي وأحادي، في بعض الشغلات لازم واحد يكون يعرف على نون الجحوظ الدرقي غالبا ثنائي الجانب مو أحادي. طب إذا كان أحادي بفكر بالأورام، بفكر بال شغلات تانية التهابات الجوار مثلا، هون أصبح الجحوظ الغدي الثنائي دغري بنروح دغري بنروح مخنا للجحوظ الغدي. شو المعالجة؟ مثلا شو المعالجة؟ طبعا المعالجة بالنسبة للجحوظ هي بالثيروكسين بالهرمونات الغدية باستيرويدات القشرية بمقادير عالية. هلا في عنا حالة بشوفها واحد ممكن يشوفها بالطبيب العيادات، انه التهاب الهلل، التهابات هلل الهلل يعني الجحوظ الخمجي، الجحوظ الخمجي كمان هي بيجي منها أسئلة الفرق بين التهاب الهلل قبل الحاجز وبعد الحاجز. بس أنا قد نقول لك إنه التهاب الهلل قبل الحاجز وحالة إسعافية تستدعي دخول المشفى، غلط، هي تعالج بالعيادة في المنزل. بينما التهاب الهلل الحجاج الجرثومي هي حالة إسعافية، هي لازم نعرفها إنه هي حالة إسعافية بدها مشافي. طيب مثلا ذكرنا انه التهاب الهلل قبل الحاجز يسبب يأثر على حركات العين، ايه غلط كمان ما بيأثر على حركات العين. بينما التهاب على الحجاج يؤثر على حركات العين، ما بتتحرك العين تنشل. بعد ما نمر على كل الأسئلة يعني أنا بس بستنى أسئلتكم، أنا بعطيكم إنه شو ممكن يجي من ال من ال عم باخذكم أمثلة من الدرسين هذول. إذا في أسئلة معينة تفضلوا، يعني لازم كمان نعرف إنه الخواص، خواص هو غؤور المقلي، خواص غؤور المقلي. مثلا ذكرنا والله الخواص هو تبارز في كرة العين، يعني ما معقول واحد ما يعرف الخواص من الجحود. يعني هي المعلومات البسيطة يعني لازم يعرفها واحد على الأقل، يعني ما معقولة والله، يعني لا تستغربوا في كتير شباب ما بيقرون ما بيتبهوا له. الخلل الانكسار حكينا عليه امس، كمان ما يجيكم اسئله كثير معقده، بس في شغلات مهمه انه مثلا القوه الكاسره للقرنيه صفحه 336 مثلا تبلغ القوه الكاسره للقرنيه حوالي 40 كسيره 40 44 كسيره. مثلا اذا كتبنا تبلغ القوه الكاسره للقرنيه 20 كسيره، هدول كنت تحفظوهم، يا دولي قوة الكاسرة القرنية والعدسة بكون تحفظون.
القوة الكاسرة القرنية 40 قصيرة، حوالي 40 قصيرة، والقوة الكاسرة للعدسة شو اسمه 20 قصيرة، والقوة الكاسرة للعين كلها 60 قصيرة. هدول لازم نحفظهم، هدول أرقام مضبوط، مو كل الأرقام تنحفظ بس أرقام مهمة. مثلا إذا كتبنا مثلا بالمد البصر يحدث الحول التطابقي في مد البصر الخفيف والمتوسط مثلا، في غلط يعني، مد البصر الحول التطابقي يعني اللي سببه المطابقة يحدث في الدرجات المتوسطة والعالية من درجات المد البصر، فيحدث خاصة إذا كان في تفاوت بالانكسار، تفاوت بالانكسار يعني عين قوة انكسار عالية وعين قوة انكسار أقل، في فرق أكثر من 3 درجات بيناتهم. فهي المعلومة مثلا إذا أجاكم يحدث حول تطابقي في الحالات الخفيفة والمتوسطة من مد البصر، غلط يعني مثلا، مع إنه نصه صح هذا يعني، ممكن يصير حول بالحالات المتوسطة يعني 4 قصيرات 5 قصيرات ممكن يصير فيه حول، بس هذا الكلام ضعيف، والعادة بصير إذا في تفاوت انكسار في الحالات المتوسطة بصير في حوال تطابقي، وإذا كان بصير بالحالات العالية من مد البصرين 6 و7 8 درجات حتى لو ما كان في تفاوت انكسار قد يصير حوال تطابقي. مثلا إذا كتبنا يحدث عادة كثيرا ما نشاهد حول أنسي في حدس البصر، كمان هي معلومة خاطئة، لأنه عادة الحول اللي بيصير بحدس البصر بيصير وحشي، والحول اللي بيصير بمد البصر بيصير أنسي. يعني معلومات كتير كتير بدائية لازم نعرفها، يعني كتير كتير بسيطة. لا في هون بالصفحة 342 درجات حس البصر، يعني 3 درجات خفيفة ومتوسطة وشديدة، كمان لازم نعرفون هدول، إنه المتوسطة 3 إلى 6 درجات، إذا إن المتوسطة 6 إلى 9 درجات مثلا غلط، هون كمان حفظوا لنا يعني هدول درجة خفيفة أقل من 3 قصيرات، درجة متوسطة 3 إلى 6 قصيرات، درجة شديدة أكثر من 6 درجات. لأن كثيرا ما تحدث تبدلات استحرارية في الجسم الزجاجي في مد البصر. في غلط. صفحة 345. تحدث تبدلات استحرارية في الجسم الزجاجي في حس البصر كثير بتشاهدها، زائد المريض دائما بيشكو من ذباب طائر وبيشكي من نقط من أجسام سابقة، فهون معلومة هي لمد البصر تحدث تبدلات استحرارية في الجسم الزجاجي في مد البصر كثيرا، هي غلط، هي تحدث في الحسر. مثلا هون شروط إجراء الإصلاح الجراحي لحس البصر صفحة 345، إذا قلنا لا يشكل الحمل مضاد استطباب في الإصلاح الجراحي لحس البصر يعني بالليزر، في غلط، لأنه الحمل يشكل مضاد استطباب،
بس اذا لم يمكن اجراء عمليه الدايزيك من عمر مثلا فوق عمر 16، كمان معلومه خاطئه، هي فوق عمر 18 اقل شيء، ما بصير تحت 18. طيب ليش ما بصير تحت 18؟ لانه بكون لسه الحصر عم بيزداد. ممكن اجراء اللايزيك تصحيح البصر الجراحي بالداء السكري لا مانع، هي غلط لانه ما بصير مضاد استطباب السكري، والقرنيه المخروطيه مضاد استطباب كمان، اذا انه ممكن يصير اللايزيك بالقرنيه المخروطيه غلط، اذا انه ممكن اجراء تصليب القرنيه في القرنيه المخروطيه صحيح المعلومه، لأن القرنية المخروطية بتميل إنه تتمدد، إحنا ما نصلبها ما بتقول تتمدد، تمام؟ هلا إذا قلنا اللابؤرية الموافقة للقاعدة تكون القوة الكاسرة للمحور العمودي أقل من المحور الأفقي، صفحة 347 347 كمان هي بتكون تحفظوها، الحرج واللابؤرية الموافقة للقاعدة تكون القوة الكاسرة للمحور العمودي أكبر، إذا قلنا أكبر تكون صحيحة، إذا قلنا أصغر خاطئة. بس هون إذا لنا يوجد لا تعالج في حالات تفاوت الانكسار أكثر من 3 درجات لا يمكن الإنسان علاج بالنظارة، صحيحة، لأنه بصير في ازدواج وهم نعالج بالعدسات اللاصقة، هي بالصفحة 348 يؤدي استخدام النظارة لتصحيح نظام العدسي بعض المشكلات، يكون حجم الخيال أكبر من 30% من حجم الخيال الطبيعي، يؤدي هذا الاختلاف بين الحجم الخيالي في إلى حدوث شفاء. فهون إذا كان عنا اختلاف تفاوت سوء انكسار أكثر من 3 كسيرات كمان ما بنحسن نعالج بالنظارة لأنه بصير في شفاء. فهون إذا قلنا والله تعالج تفاوت سوء انكسار مهما على درجتها بالنظارة، غلط المعلومة، تفاوت سوء الانكسار إذا كان أكثر من 3 درجات لا يعالج بالنظارة. هي مذكورة بشكل واضح في 349 يعد تصحيح الدرجات الكبيرة من تفاوت الانكسار بين العينين بالنظارات صعبا بسبب الاختلاف الكبير في حجم الخيال بين العينين. هون ما ممكن نعالجها بالنظارة عندما يكون في تفاوت خلل انكسار بين العينين. انتبهوا إذا أنه يعالج التفاوت في خلل انكسار بين العينين بالنظارة بشكل عام هيك غلط الحكي، معلومة هي ناقصة ما مضبوطة. هلأ هون في قسو البصر مثلاً بالصفحة 350
يعالج قص البصر بعلاج بالعدسات المقربة. صحيحة المعلومة، قص البصر يعالج بالعدسات المقربة. صحيحة المكبرة يعني. إذا قلنا مثلا ينجم قص البصر عن وهن المطابقة، صح؟ غلط. قص البصر ينجم عن تصلب العدسة وعن ضعف العضلة الهدبية، غالبا بيكون سببه على الأغلب تصلب العدسة، ما بيكون سببه وهن المطابقة. إذا قلنا ينجم قص البصر عن وهن المطابقة، غلط. وهن المطابقة هو تعب في المطابقة نتيجة التعصيب، نتيجة الدبريشن، نتيجة شغلات عصبية، نتيجة العمل المجهد الطويل للأعمال القريبة، نتيجة وهن العام، أسباب التعب العضلي يعني. وهن المطابقة ما بيساوي مثلا قصو بصر، فلازم نعرف إنه وهن المطابقة غير قصو البصر. قصو البصر بيصير بعد سن معين، بعد 40، بينما وهن المطابقة بيصير بالشباب. شلل المطابقة، إذا يمكن أن ينجم شلل المطابقة بأسباب شلل العصب الرابع مثلا. هي معلومة طبعا مو صحيحة، شلل المطابقة يحدث نتيجة شلل العصب الثالث مو الشلل الرابع، العصب الرابع. تشنج المطابقة، تشنج المطابقة مثلا يمكن علاجه بالأتروبين، هي مظبوط لأن الأتروبين بوسّع المطابقة، بيرخي المطابقة، بيرخي العضلة الهدبية، ممكن معالجة تشنج المطابقة بالأتروبين، بمرخيات العضلة الهدبية. صحيحة، يعالج تشنج المطابقة ب القطرات المرخية للعضلة الهدبية، هي معلومة صحيحة. العدسات اللاصقة القاسية تسبب إزعاج أكثر من العدسات الطرية مثلا. صحيحة، عدسات قاسية لأنه تمنع مثلا مرور الأكسجين القرنية. مثلا إذا قلنا تعالج القرنية المخروطية بالعدسات اللاصقة الطرية، غلط. بس القرنية المخروطية تعالج بالعدسات القاسية. هي كمان لازم أحد يستنتجها، لأنه هو بيبقى سطح القرنية غير منتظم، فإذا حطينا عدسة لاصقة طرية فبتاخد شكل غير منتظم لأنه طرية، فما بنستفيد من العلاج. بينما إذا حطينا عدسة قاسية فبتم حافظي على شكلها، وبالتالي بتصلح عدم الانتظام الموجود في القرنية. يعني هي معلومات أعطيكم لمحة عن الأسئلة إن شاء الله. مثلا لو هنا عدد عضلات العين، مثلا 6 عضلات، عضلات العينية، العضلات العينية المحركة للعين هي 6 عضلات. طيب إذا كنا تعصب العضلة المحركة السفلية، يتعصب أو تتغذى العضلة المحركة السفلية بالعصب الرابع، صح ولا غلط؟ غلط. صح، لأنه هو نعم مصحة رابع، لأنه يغذي العضلة المنحرفة السفلية العصب الرابع. غلط، هو بيغذي العلوية. هذول كمان مهم تعرفوهم. العضلة منين تتغذى؟ مثلا العضلة المستقيمة الوحشية تتغذى بالعصب السادس، تتغذى العضلة المنحرفة العلوية بالعصب الرابع، بينما تتغذى العضلة المنحرفة السفلية وكل باقي العضلات بالعصب الثالث.
كمان هدول لازم يكونوا محفوظين بشكل جيد. كمان الوظائف الأساسية للعضلات العينية، تقييم الوحشية تحرك للوحشي، تقييم الإنسية للإنسي، منحرفة السفلية مثلا بتتحرك بتدور العين للوحشي والآلة هيك يعني، دول العمل الأساسي بس، منحرف العلوي تدور العين للإنسي والأسفل. يعني هدول الحركات الرئيسية بكلمتين، يعني ما بنقول والله حفظوها بالمية مية، العضلة العمل الأساسي والعمل الثاني، لا كلمة كلمتين على الماشي لكل العضلة شو بتشتغل. هلا هون في شغلة بالنسبة لمنعكس التثبيت بالصفحة 366، 366 منعكس التثبيت يبدأ تطوره مثلا بالست أسابيع. إذا قلنا يثبت التثبيت من 3 أشهر موجود في الصفحة 366. مثلا يتطور منعكس التثبيت بشكل كامل امتى؟ بال9 سنين يكون هون منعكس التثبيت كامل ثابت متين. بال3 أشهر موجود في الاتجاهات المختلفة، فإذا جت المعلومة يكون منعكس التثبيت بعمر 3 أشهر موجودا في الاتجاهات المختلفة للنظر. الكلمة مضبوطة. إذا قلنا يكون منعكس التثبيت موجود بعمر 2 أسبوع، إيه غلط، ما موجود لحتى أول ما ببلش بال6 أسابيع. هي كمان لازم تعرفوا لي تطور منعكس التثبيت على المضبوط، إنه بيبدأ بال3 أسابيع بالستة بصير موجود بال3 أشهر بيكتمل تماما على 9 سنوات. لا بتصلنا ساعة تقريبا ونص هيك تقريبا، هنوقف عند هون. إذا في أسئلة تفضلوا، إذا بتحبوا تعملوا محاضرة تانية نكمل الدروس، بتحبوا خلاص تكملوا لحالكم، أنتوا إذا بدكم تحبوا تحطوا أسئلة معينة نجاوب عليها ما في مشكلة. في حدا له سؤال؟ الله يجزيك خير حكيم. إيه بعيدك إذا بتجيب لنا يعني اختار الصحيحة أو الخاطئة أفضل من المخالف، يعني أنت شوف تأيي مناسب بس يعني هيك أريح لنا. هلا هي مثل بعض اللي جبت لك صحيحه ولا مخالفه. هلا المخالفه اصعب لكم المخالفه، يعني انا ما عم جيب مخالفه لانه اصعب، يعني بصير انت ما بتعرف ان اذا واحد ماله، يعني هي اذا اجيت مخالفه اسهل لك، انت عم تاخذ، انت بدك تاخذ وحده غلط عرفان انه في وحده غلط، ما زلت اقول لك مخالفه بدك تحطيها صح يا غلط، بدك تدور بين معلومات جيب لك المخالفه جيب لك مخالفه. لا 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 بدنا، لا لا حكيم مثل ما عم تقول هيك قصدي انا، لا بجيب لكم واحد مخالف اجي 5 6 اسئله اذا بكون مخالفين. لا حكيم ما بدنا. طيب خلي على التيسير لك ان شاء الله. الله يسر، الله يجزيك خير حكيم، ما تصبر. الله يبارك فيكم، خاصين هيك ما الله يعطيك العافية يا رب. الله يعطيك العافية.